يقول كنت على جنابة صباح الجمعة ثم نسيت واغتسلت للجمعة لرفع الحدث، وتذكرت أثناء صلاة الجمعة أني لم أغتسل عن الجنابة، فعدت للبيت واغتسلت بنية رفع الحدث الأكبر ثم صليت الظهر. نعم فعلك صائب، نعم، لأنك لم تغتسل عن، لم تنوي رفع الجنابة، فأنت جنب. حتى لو اغتسلت بغير نية رفع الجنابة أنت جنب، فالذي فعلته هو الصحيح أنك رجعت إلى البيت واغتسلت. لكن لو كنت تدرك مرة ثانية ترجع إلى المسجد مرة ثانية صلاة الجمعة كان أفضل، لكن إذا كان الوقت لا يسع وانتهت صلاة الجمعة فإنك تصليها أربعا كالظهر.